الفراغ الفكري للشباب. إن مرحلة الفتوة فرصة ثمينة لتنمية الإرادة وتقويتها لدى الشباب الواعي الرسالي، لأن قلوب الشباب كالأرض الخالية لها استعداد لما يلقى فيها من البذ. ففي مرحلة الشباب تتفجر الطاقات والمواهب الفكرية، فيكون قلبه له الاستعداد من الانتعاش بالعقائد والأفكار السليمة وغيرها. وإن معاناة شبابنا اليوم من سوء العلاقات الاجتماعية يؤدي بهم إلى الانسياق خلف المبادئ المستوردة الدخيلة، ناشئة من أسباب معينة يفرزها واقعنا المتخلف. ويشير علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الفراغ الفكري الذي يعيشه الشاب الناشئ، مما يهيئه لاستقبال أي فكرة يعض عليها، فيقول عليه السلام: لكل شيء صناعة، وحسن الاختبار صناعة العقل.